ابني مش موهوب، زقيته مره التانيه التالته وبعدين او موهوب وزقيته فاخد فرصته عن غيره. هنا بقى انا ليا راي. الحاجه الوحيده اللي ممكن ربنا يكرم حد ابوه مشهور او ابوه ينفعه وكل الكلام ده، ان هو دي الواسطه الوحيده اللي ممكن تنفعه، ان هو مش هيوقفه طابور مستني دوره لكذا. فاهم قصدي؟ افهمها لك. انا زمان قوي كان بيجي يقول لك ايه، ابن الدكتور الفلاني عينوه خلاص وماخدوش الولد دوت وهو جايب امتياز عشان الكوسه عشان اي حاجه في الدنيا يعني. ابن الدكتور الفلاني ده حمار. لا انا معترض. مش أنا عشان ابنه يتحكم عليه ان هو انا معترض من حاجه. هو ابن الدكتور شاطر والولد اللي ملوش ظهر ده شاطر. الكوسه في ان خده ابن الدكتور، بس هما الاثنين شاطرين. تمام. فاهم قصدي؟ يعني كان عنده فرصه ان ياخد فرصه. بالظبط. الولد اللي ملوش ظهر ده او ملوش واسطه ده او الكلام ده شاطر جدا. وابن الدكتور شاطر جدا. فخده ابن الدكتور. من هنا تاتي المجامله. بس. لكن انا ابني ممثل مش موهوب. طب بصراحتك ايوه كنت لسه هسالك السؤال ده، زقيت محمد بيومي في ايه؟ محمد ابني دخل معهد في المجال في معهد سينما. اولا داخل موازي بالفلوس. ثانيا محمد كل سنه بيطلع لي ب 12 ماده فبيسقط. انت فضحته كده على الشاشه في ايه؟ ولغايه دلوقتي لسه ما اتخرجش وزمايله اتخرجوا في ايه؟ بالعكس انا ضارر محمد. ازاي؟ لما خدوا نور الكبيره خلاص ومن غير واسطه وبنت شاطره جدا وطلعت اول دفعتها وكل الكلام ده، اكتشفوا ان محمد داخل يقدم السنه الجايه، فمش هناخد الاثنين مجانا اللي هو المصاريف ب 600 جنيه والكلام ده، لا هناخد ده بقى مع انه اشطر من نور. هناخد ده بقى اللي هو الموازي بالفلوس 25000 جنيه 35000 جنيه مبلغ بيتدفع كده. طيب تمام. تمام. دخل الموازي ده. كل سنه بيسقط. يعني شايف ان هو بيسقط مش تقصيرا منه، بيسقط النظر عليه؟ تقصيرا منه وما بيتجاملش اهو. بس ينفع يتجامل. اوكي. ما اقصدش انه تقصيرا منه انه بيعمل امتحان وحش، لا نسبه غياب. ما اعرفش كذا، ينفع يتجامل. ما بنتجاملش اهو. هو بدأ وانا مع الدكاتره جدا. هو في قسم الاخراج. وانا مع الدكاتره جدا ومع المعهد جدا. جدا. المجامله زي ما بقول لحضرتك لحدود. ابني موهوب. خلاص؟ فانا بزقه ويمكن للاسف الشديد ربنا يسامحنا بياخد حق ولد تاني موهوب بس ملوش واسطه. تمام. فاهم قصدي؟ انا بس قدامي اديله الفرصه اكيد مش هشيلها من قدامي. بالظبط الاثنين موهوبين. طيب انا بقى سخيف. عمال ازق فيه لامتى؟ لو ما فيش موهبه ما فيش استمراريه. بقى بالعقل. مش هيكمل. والله لو مين ابوه؟ لامتى؟ لو اخر الموضوع بس. هو بدا شغل ولا لسه؟ ما هو اللي كان بيسقطه انه بدا شغل. بدا شغل. بدا شغل بيساعد مخرجين والحاجات ديت. ده اللي كان بيسقطه فمش فاضي يروح ففيها حاجات كده بس. لكن انا والله لا زعلت من الدكاتره ولا زعلت من المعهد ولا رفعت التليفون عشان كذا ولا اي حاجه في الدنيا. طب ما ايه حكايه الفيلم القصير اللي انت ساعدته فيه؟ اعمال السنه بتاعتهم اللي بيعملوها. ما انا بساعده هو وغيره ويعلم ربنا. يعني اللهم لك الحمد والشكر كل طلبه اعلام. كل سنه. في جميع انحاء الجمهوريه بيتكلموا بيه فؤاد. اللهم لك الحمد والشكر. انا بحب الموضوع ده جدا. شايف مين من اولاد الفنانين اتظلم عشان هو ابن فنان وما خدش فرصته الحقيقيه او مساحته الحقيقيه ان يثبت نفسه؟ ما خدش مساحته الحقيقيه اتظلم؟ لا مش عارف. مش لا ما فيش اسم حضرتك؟ في 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 بس حاجات اللي هو ايه؟ احمد السعدان عشان ابوه صلاح السعدان. طب هو كويس. فنان. فنان كبير طبعا. طب هو ممثل كويس. خلاص؟ لا. احمد الفيشاوي عشان ابوه الله يرحمه فاروق الفيشاوي. طب ما هو ممثل قوي. طب ما يمكن ما خدوش مساحتهم اللي يستحقوها؟ يعني الفكر ده عند المشاهد تظلمه اكتر بدل ما تساعده؟ يمكن في الميديا عندنا ما بيلتفتوش لدوت، يعني ممكن يكون احمد سعداني خد حقه، الفيشاوي خد حقه، دنيا
ايمي شايف كلهم ده. خدوا حقهم مش قدامك ممكن حد شايفه ما خدش انا مش عارف يعني مش متابع قوي مساله انه خد حقه وما خدش حقه. لا اقصد ان هم شغالين وشغالين في السوق وكل الكلام ده. انا لا اقصد ان ده ممكن ما يبقاش فكر الشغلانه عندنا. انا بتكلم على فكر الجمهور او فكر الناس او بتاع الشخص ده بيتظلم لكونه ابن صلاح السعداني. اللي هو يا انا هتفرج على ابن صلاح السعداني هي ناقصه مجامله وكلام. يا ابني شوفه يعني نقدر نقول حكم مسبق. الحكم مسبق هو ده اللي بيظلم الكلام ده. في زي دنيا سمير غانم هلا فنانه موهبه. في زي دنيا سمير غانم مش فنانه موهبه. في زي دنيا سمير غانم انا عندي قولي في زي دنيا سمير غانم مش هتشتغل معاه دلوقتي. في زي احمد الفيشاوي ممثل شاطر شطاره. لا فنان فنان قوي جدا فعلا. والسعداني و و و وكتير جدا من ابناء الفنانين والكلام ده شاطرين شطاره. طب ايه رايك